وعلى هامش القمة الأفريقية بأديس أبابا التقى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، حيث بحث التعاون القائم بين البلدين وسبل تطويره وتنويعه. تناولت مع السيد الوزير الأول الإثيوبي كيف يمكن أن نطور أكثر هذه العلاقات خصوصا على المستوى الاقتصادي. هناك مشاريع انطلقت وهناك مشاريع مبرمجة، وتناقشنا كيف يمكن أن نسرع تطبيق هذه المشاريع على الأرض، وخصوصا عدد من الاستثمارات والتعاون الاقتصادي وتنويع هذا التعاون الاقتصادي على مستوى الأسمدة وعلى المستوى الفلاحي وعلى المستوى الطاقة وخصوصا الطاقات المتجددة وغيرها. وكانت هناك اتفاقيات قد وقعت لما زار جلالة الملك محمد السادس إثيوبيا سنة 2016، ثم بعد ذلك كانت هناك جهود لتطوير تلك العلاقات، فبالتالي عندنا خريطة الطريق، إنما الآن نحن نتعهد خريطة الطريق كي نستطيع أن نطبق هذه المشاريع المتفق عليها على الأرض.